تمام يا عمرو، انا ما عنديش نوتس تانية. تمام تمام جدا، خلاص بقى وجيلك. ماشي. الله، ملك علي جاي يصلح الميس اندرستاندينج اللي حصل ما بينكم. هو عامة يعني مفيش حاجة حصلت عشان يبقى في سوء تفاهم، وكده كده انا وانت هنتجوز، ويهمني ان علاقتي بعلي تبقى كويسة زي علاقتي بمروان بالظبط. متاخذنيش يعني يا مالك، بس انا اكيد ما كانش قصدي. حط نفسك مكاني، يعني شفت اختي مع راجل غريب في العربية وما اعرفش هو بالنسبة لها ايه اساسا. كانش صح يعني. يلا حصل خير. المهم تخلي بالك منها وتحطها في عينيك، عشان وعزة وجلال الله يا مالك لو ده ما حصلش هزعلك. لا عامة اطمن، انا الفترة اللي جاية دي مفيش حاجة تشغلني غير ان اشوف لينا مبسوطة وسعيدة. اعتبر ان ده هدفي في الحياة. طب ايه رأيكم لو نخرج احنا التلاتة النهاردة مع بعض؟ يا ريت، ممكن نعمل كده. لا للأسف انا مش فاضي النهاردة والله، ما خليها يوم تاني بقى ان شاء الله. ميرسي قوي يا ملك انك كنت ظريف معي. علي وهو جاي هنا كان متخيل انك هتتعامل معاه بطريقة طف قوي. انت عارفة كويس قوي ان انا ممكن اعمل اي حاجة عشان. بقول لك يا لينا، هو بالنسبه يعني لعلي مش ناوي يغير تعبيراته والطريقه اللي بيتكلم بيها دي؟ بقاله كتير عايش معاك وما اتعلمش اي حاجه. قصدك ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا عارف ان انت ممكن ما تبقيش حاسه ان في حاجه غريبه في تصرفاته او طريقه كلامه لانه اخوكي واكيد اتعودتي على ده، بس الحقيقه ان اللي يبص من بره هيشوف ان في فرق كبير قوي ما بينك وما بينه في الكلام والطريقه والتفكير. يعني انا متقبله والله، ما عنديش اي مشكله، بس انا خايف على الايمج بتاعه وبتاعكوا طبعا. يعني مش عايز في قراءة الفاتحة قدام بابايا ومامتي يبقى حد ياخد انطباع مش لطيف، يعني فاهمين؟ أكيد أنا هبقى أتكلم معي. ماشي. هو أنا هينفع أكون موجودة يوم قراءة الفاتحة؟ أكيد هكون مبسوط لو كنت معايا في يوم زي ده، بس للأسف مش هينفع. أنا مش شايفة فيها حاجة، يعني أنا مديرة مكتبك وفي نفس الوقت بشتغل في نفس المكان اللي بيشتغل فيه مالك ولينا. ما هي دي المشكلة، مفيش حد من الشركة مدعو للحفلة دي، فهتبقى غريبة قوي لما يلاقوك يعني جاي تحضر قراية الفاتحة.